السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أحاديث عطرية. اليوم جمعة، ومن مسنونات الجمعة التطيب. راح أعلمكم طريقة نثبت فيها البخور، وطريقة سهلة جدا، وبالنسبة لي هي من أفضل طرائق التطيب. نحتاج فقط غرشة فاضية ونحط فيها ماء مثل ما أنتم شايفين. هو فعليا لو رشينا من الماء على الشماغ أو الغترة على الثوب وأعطاه رطوبة، فعليا البخور راح يثبت أكثر. أنا راح أعمل إضافة حتعطيه لمسة جمالية أكثر. شلون؟ راح نحط ورد طبيعي، يفضل أن يكون ورد طبيعي هو الأفضل. لو ما كان عندك إلا ورد عادي لا بس، لكن الورد الطبيعي بالنسبة لي أجمل وأفضل. إيش راح نسوي؟ راح نضيف إلى هذا الماء، يفضل يكون ربع تولة من الورد الطبيعي. خلينا نشوف. أيوة، شايفين معاي كيف؟ أنا قطرات بسيطة من باب المثال. طبعا لا يمتزج الزيت اللي هو زيت الورد مع الماء. لذلك إيش نحتاج؟ نحتاج إلى أن قبل أن نستخدمه، لاحظ معي، والآن إيش صار؟ صار في امتزاج مؤقت طبعاً، بعدين راح يصعد الزيت الأعلى. مجرد أني أعمل هذه الطريقة أبدأ أبخ مثل ما أنتم شايفين. إذا كان الثوب صوف راح يعلق فيه الطيب أكثر وأكثر، بعكس مثلاً قماش النايلون ما يعلق فيه الطيب، ما يبقى فيه فترات طويلة، الثبات ضعيف جدا. الصوف درجة أولى في الثبات. القطنيات، البوليستر، آخر شيء النايلون. الآن أنا رطبت الشماغ مثل ما أنتم شايفين من الداخل وكذلك من الخارج، ثم أضع كسرة البخور، وخليني أختار هذه الكسرة ونحطها ونشوف. لاحظوا معي الفحمة مرمدة، لازم تكون الفحمة مرمدة. الرماد يعمل مهاد عشان ما تكون عملية الاحتراق سريعة. عملية الاحتراق السريعة تخسر فيها كسرة العود، راح تطلع رائحة العود مش محببة. بينما لما يكون في مثل هذه الطريقة في رماد، راح تكون عملية الاحتراق يعني أخف، وبالتالي تشم رائحة العود أجمل وأجمل. والآن نتطيب بهذه الطريقة، هذه الطريقة. ممكن أطيب كذلك الثوب مثل ما أنتم شايفين معي. لازم يكون يوم الجمعة مميز، مش بشكل شخصي أنت فقط، حتى في البيت رائحة البخور تكون موجودة في البيت، سواء بخور سواء طيب اللي تيسر، وبذلك يكون أثبت في ملابسي البخور. أنا أتطيب كذلك بهذه الطريقة. إذا كان عندك دهن عود أو أي زيت عطري أضعه كذلك على يدي، ثم أطيب العقال. العقال صوف، هذا النوع صوف مرعز، أعرف أنه فيه نايلون، لكن الصوف يثبت فيه دهن العود لفترات طويلة جدا ما بقى. طيب الله جمعتكم، طيب الله أوقاتكم، تقبل الله دعواتكم في هذا اليوم المبارك. شكراً.